السلام عليكم خوتي، كي راكم دايرين؟ صافا لاباس، صحة مليحة خوتي اللي ما راش مشارك معاهم. كاين كتبة حمراء تحت غادي تلقوها، كليك عليها صاحبي ولادي رجام. ولا عندنا موضوع اليوم فري شباب، غادي اونترينمون اليوم تاع بيسبس بالبارة والآتر. هذا ما كان غير بالبارة والآتر. يلا معايا خوتي نشوفوا اونترينمون، ما ديباسي ساعة غير ربع. اونترينمون فري شاب فري توب. يلا خوتي معايا. نبدأ بثلاث مجموعات، في كل مجموعة نعمل 12 تكرار. انا بالنسبه لي فضلت وضعيه المطرقه، باينه في كل مره لازم نبدلوا الوضعيه تاع التمرين، ماشي كل مره نفس النمط ونفس التمرين. كيما انا بالنسبه لي كل شهر عندي نبدل البروغرام تاع لونترينمون، كل خطره وكيفاه. خطره نبدا بالدروب سيت، خطره نبدا سوبر سيت، خطره نبدا بليزالتر بالدامبل، وخطره نبدا بالبار. التمرين الثاني نفس المجموعات نفس التكرار، من 12 حتى 8 تكرارات. المهم حتى توصل، انا نحكي لكم انا بارابور ليا انا، هذا الميزان يوالمني. كل واحد يشوف الميزان اللي هو ليسونسيال، ما تفوت فوق 12. اللي بغى التضخيم العضلي، يعني نحكي على التضخيم العضلي، اللي بغى التضخيم العضلي ما يفوتش فوق 12 تكرار. المهم التركيز، التركيز على العضلة، الدمبل يدور. بالنسبة للدمبل نعمل عملية التواء، نعمل عملية التواء للدمبل. أما بالنسبة لهذا التمرين فهذا التمرين جيد جدا لعضلة البايسبس الكبيرة، مانيش نحكي على عضلة البايسبس الصغيرة، لأن عضلة البايسبس الصغيرة قمنا بتمرينها بوضعية المطرقة. بالنسبة للبار نعمل 3 مجموعات، في كل مجموعة نعمل 12 تكرار مع التركيز على العضلة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو إخوتي، نرجو منكم الدعم في القناة والاشتراك ليصلكم كل جديد منا. أما بالنسبة للموضوع القادم إن شاء الله سوف نتطرق إلى أنواع الواي، ومنها الكونسنتريت والإيزو والكازين إن شاء الله.